بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وسبق الحديث حول هذا الباب، وتكلمنا عن بعض ما جاء فيه من أدلة من الآيات والأحاديث، ولعلنا وقفنا عند الحديث السادس، وهو حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، قال: فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. فما علاقة هذا بالكلام عن المحافظة على السنة وعلى آدابها؟ فالحديث معناه أن بيتا من بيوت أهل المدينة احترق على أهله بالليل بسبب أنهم تركوا نارا في البيت، على أي صورة كانت هذه النار، كمصباح أو نحو ذلك. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم بألا يتركوا نارا إذا ناموا في البيوت. وما علاقة أو مناسبة هذا الحديث مع يعني هذا الباب؟ كأن النووي رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن هذا الأمر حدث لهم، وهو أن بيتهم قد يعني أصابته النار، ووصل إلى أنه احترق عليهم لأنهم خالفوا أو تركوا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خالفوا أو تركوا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنهم تركوا النار ليلا في بيوتهم وقد نهاهم عنها. وكأن النووي رحمه الله يعني يقول قد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولكنهم فعلوا، فلما فعلوا أصابهم ما أصابهم، وهذا بسبب مخالفة أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم، أو بمخالفة سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. إذن فالمحافظة على سنته فيها النجاة في الدنيا وفي الآخرة، ومخالفة أمره وسنته فيه الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء النار في البيوت ليلا إذا نام أهلها، إذا نام أهلها. أما في حال اليقظة لا مانع،
فهناك من ينظرها ويرقبها ويعرف أمرها. أما في حال النوم فلا يرونها، فلعل الفويسقة تدخل، الفأرة تدخل فتنطلق إلى جوارها فتسكبه على الأرض مثلا، أو تشتعل في الفويسقة النار وتنتقل هي بالنار إلى مكان آخر فيشتعل في البيت كله، يشتعل في البيت كله وهكذا. ولذلك كان من السنة عدم ترك ما يكون فيه مضرة بالإنسان إذا نام، سواء النار أو غيرها، سواء النار أو غيرها. فإنه لعله يقول قائل في زماننا هذا لا نترك النار، عندنا أدوات يعني إضاءة حديثة آمنة. أي نعم، طيب هذه مسألة، هل تدخل أدوات الإضاءة الحديثة هذه في هذا النهي؟ الأظهر لا، إلا إذا كان يعرف من بعضها الخطر. إن كان يعرف من بعضها الخطر لا يبقى ما ينفعش. إنما لو يعني بالتجربة ويعني العمل الحسي دل الأمر على أنها لا خطر منها إذا تركت بالليل فلا حرج، لأنها لا يعني تنطلق منها النار ولا يعني يضر منها وجودها ونحو ذلك. وإلا فالتلاجة فيها كهرباء وفيها إنارة، ويعني الكثير من الأدوات المستعملة في البيوت ليلا فيها إنارة، فيها إنارة. لكن إذا كانت آمنة فهي لا تدخل في ذلك والله أعلم. أما إذا كانت يخشى منها الضرر، هذا الذي عنه أو عليه الكلام، كالشموع ونحو ذلك، بعض الناس يسيب الشموع موقدة وينام، هذا خطر شديد جدا. نعم. إذن فمناسبة هذا الحديث أن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هلاك وفيه ضرر على الإنسان في دينه ودنياه. قال السابع، قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. حديث متفق عليه. فقها، قال النووي بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها، أي صار فقيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الدين والسنة، القرآن والسنة، كمثل غيث أصاب أرضا. الغيث المطر، وسماه الله غيثا لما فيه من الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال: كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، يعني طائفة من الأرض، بعض الأرض طبيعتها طبيعة طيبة، قبلت الماء. قبلت الماء يعني ماذا؟ أخذت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، الكلأ والعشب كل ما ينبت يعبر به عن ما يخرج من الأرض من نبات ينتفع به الناس والحيوان. قال: فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذه الأرض أخذت الماء وانتفعت به ونفعت كذلك به. انتفعت به إذ أنها لما أخذته حصل من ذلك روح داخل هذه الأرض دل عليها أنها
أنتجت وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالأرض ينزل عليها الماء إذا كانت أرض طيبة تقبل الماء وتنتفع به، ثم بعد ذلك تنتج، يبقى تأخذ تنتفع وتنفع كذلك. قال وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وطائفة من الأرض أخرى أجاذب. الأجاذب هي الأرض الصلبة التي تمسك الماء ولا تأخذه وتبتلعه، فينتفع الناس منها بأنهم يأخذون منها الماء، غير الأرض اللي هي تبتلع الماء. الأولانية ابتلعته نعم، لكن انتفعت به ونفعت. هذه الأرض لم تأخذ هي الماء لكن احتفظت به ينفع غيرها. قال وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، يروح يغضوا منها الماء. قال وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان والعياذ بالله. قيعان أرض غير صالحة ابتداء للزراعة لأنها قيعان، غير سهلة غير بسيطة. ثم كذلك هي سبخة، يعني فيها ملوحة. القيعان بتبقى أرضها فيها ملوحة، أرض سبخة مليانة ملوحة، يعني ما ينفعش يخرج منها زراعة. قال وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى. لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، يعني الماء ينزل عليها تبلعه تاخده، لكن ما بتعملش ايه، تاخد ما بتديش. لا هي كمان تنتفع فتحيا كما هي الأرض الأولى، انتفعت وحصلت فيها حياة ثم أنتجت. لا، دي أخذت ولم تنتفع ولم تنفع، لم تنتفع ولم تنفع. يبقى عندنا دلوقتي كم مثل؟ ثلاثة. اتنين منهم فيهم خير، وإن كان واحدة أفضل من الأخرى، واحدة لا خير فيها. الطائفة الأولى وهي التي تأخذ العلم والهدى فتنتفع ثم تبذله لغيرها فتنفع، وده مثل العلماء إن يأخذوا العلم ينتفعوا ويزدادون خشية لله عز وجل، ثم يخرجون هذا العلم للخلق وللناس. ومثل الدعاء إلى الله عموما هذا مثلهم، يأخذون العلم فينتفعون ويبذلونه للناس. وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. دي التي نفعت وإن كانت هي لم تنتفع، إن كانت هي لم تنتفع. ده إنسان عرف الخير لكن هو ما بذلهوش للناس، ما بذلهوش للناس. هو هذا الخير كان يؤخذ منه برغم أنه لم ينتفع هو به، وده حال الغافل من المسلمين الذي ربما يؤدي شيئا من الخير ويقول بعض الخير لغيره. هو ينفع غيره لكن هو لا ينتفع بهذا الهدى وهذا النور، لا ينتفع به. فهو فيه خير من جهة وفيه جانب شر من جهة أخرى. الأول، النوع الأول علم وفقه ونفع وانتفع ونفع. النوع الثاني علم ولكن لم يفقه، ولذلك انتفع بغيره لكن هو ما تفقهش، لم يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث والعياذ بالله لا هو علم ولا هو نفع ولا هو انتفع والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يبقى المثل الثالث هذا
مثل الذين والعياذ بالله ما انتفعوا بالدين ولا الإسلام ولا الهدى ولا النور، مثل الكفار والعياذ بالله. والمثل الأول والثاني للمسلمين، منهم من كان على خير حيث انتفع ونفع وتعلم وعلم، ومنهم من سمع وقبل هذا لكنه لم ينتفع به كثير، وإن نفع غيره ربما في بعض الأحوال. طيب، هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب لمناسبة، وهي أن الناس في حالهم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون، فانتبه فكن من أصحاب المكانة الأولى، كن ممن قبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانتفع به ونفع به، فهذا أفضل الناس. ولذلك كأن الإمام رحمه الله النووي يقول خذ الهدي انتفع به، خذ السنة انتفع أنت بها، ثم كذلك بلغها للناس فتكون منتفعا وتكون نافعا، والله أعلم. الحديث الثامن، قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، صلوات الله وسلامه عليه. قال الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار. قال والحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل. معقد الإزار والسراويل، الإزار الإنسان بيبقى على وسطه، الإنسان من العرب وإلى يومنا هذا بعض إخواننا بيلبسوا أزر، وأنا رأيت بعض الإخوة لعل الأندونيسيين بيلبسوا إزار، فبيوم يلف الإزار كده لفة كده مش كده، يوم الإزار يبقى قوي ما يسقطش، لما واحد يمسكه من هنا أقوى جزء تمسك به الإنسان هذه المنطقة في هذه الحال، أقوى جزء، أو من ظهره من نفس المكان برضه، يتمسكه من قدام يتمسكه من وراء. وأنا آخذ بحجزكم، قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. واحد مولع نار واحد بيعمل حاجة على النار، طبيعة الفراش ونحوه من الجراد وغيره أنه يميل إلى الضوء، يميل إلى الضوء فيأتي إليه مسرعا، ولربما كان في ذلك هلاكه، ما هوش عارف، هو رايح وخلاص من غير بصيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، يعني النار توقد والشياطين تأخذكم إليها بخدع كثيرة، ربما تغترون بها تأتون تندفعون إلى النار، وأنا آخذ بحجزكم، قال وهو يذبهن عنها، مثل الرجل بقى اللي هو مولع النار، الجراد والفراش الرجل مشفق عليه اللي مولع النار، يقوم يهش الجراد والفراش، والجراد والفراش يصر على الوقوع في النار. قال وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، أهو أنا مثلي ومثلكم كمثل هذا الرجل مع الفراش والجراد، هو يذبهن وهم يريدون الدخول إلى النار، وأنا كذلك، أنتم تتجاذبون وتتوافدون إلى النار مسرعين، وأنا آخذ بحجزكم أشد فيكم أحذركم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحذر الناس على المنبر وغير المنبر، ويقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، كان كثيرا ما يكرر هذه العبارة صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، أنت انظر تجد العالم من حولك، هذا المثل صارخ في العالم من حولك، الناس ينطلقون إلى النار والدعاء إلى الله، يصرخون
ولا أحد يبالي بهم، بل ربما بعضهم إذا جاء الدعاة إلى الله يأخذونهم عن النار يضربونهم يريدون قتلهم. تمنعون مما نحب والعياذ بالله. والإمام النووي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لمناسبة لباب المحافظة على السنة، وهي التحذير من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مخالفة هديه وسنته وطريقته صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الهلاك كما هو حال هؤلاء. ثم قال الحديث التاسع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع. الإنسان بعد ما يأكل آثار الأكل غالبا تكون موجودة في أصابعه، خصوصا إذا كان الإنسان بيأكل بيده مباشرة ولا يأكل بملعقة أو نحو ذلك. فإذا كان يأكل بيده فهناك آثار تبقى أحيانا في يده. فبعض الناس إذا انتهى من طعامه فيهم مسرعا إلى غسل هذا الأثر الموجود في يده أو مسحه بالمنديل النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ما فيه خيرنا، وإن كان بعض الناس من جهلهم يسخرون من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جابر أمرنا بلعق الأصابع والصحفة، قال إنكم لا تدرون في أيها البركة. الصحفة اللي هو الطبق اللي أنت بتاكل فيه أو الإناء اللي بتاكل فيه أحيانا يتبقى آثار الطعام فيه، فلو أخذه الإنسان بيده لمن بلؤمة يمسحه بلؤمة كده ولا حاجة هذا خير. لا تدرون في أيها البركة، وذا في الحقيقة أمر أكثرنا يغفل عنه، أكثرنا يغفل عنه، أكثرنا بيسيب الطباء وفيها الأثار اللي قد تكون هي التي فيها بركة الطعام. لا تدرون في أيها البركة، في أيها البركة. فهذا الحديث بالروايات الأخرى التي بعده الإمام النووي رحمه الله أورده هنا لمناسبة، وهي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن النووي رحمه الله تعالى يقول هذه سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم تركها كثير من الناس فحافظوا عليها. وفي الحقيقة هذه من أكثر السنن تركا، من أكثر السنن تركا، سنة لعق الأصابع و يعني مسح الصحفة كده بلقمة أو نحو ذلك أو بالأصابع، وذلك لشيوع عادات كثيرة فينا ليست هي من عاداتنا بل هي مخالفة كذلك لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. حكاية إن الناس لازم يسيبوا جزء من الأكل وده يعني ده دليل على عدم الجشع، ده دليل على عدم الجشع. أبدا واحد يقول لك بتاع قد كده ويسيب حبة في الآخر ويقول لك عدم الجشع، طب ما انت واكل قد كده مثلا، طب ما تاكل في طبق صغير وخد كل الطبق باللي فيه وامسح الطبق مسح مثلا. وبعضهم يقول ان هذا ليس من الذوق ولا الاتيكيت، يوم البعض مننا يتحرج ان هو يعمل الحكايه دي بين الناس، يقول انا همسح الطبق كده قدام الناس يقولوا عليا جشع، يقولوا عليا انا ما بشوفش اكل محروم ونحو ذلك. هذا هو حالنا، نسال الله العفو والعافيه. فهذه سنن في الحقيقة يعني يجب إحياؤها، أقول يجب إحياؤها وليست هي واجبة، يجب إحياؤها يعني يجب علينا إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى ذلك في الناس. وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. سنن أي إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى.
احنا اغلبنا اذا وقعت اللقمه شلها في الزباله على طول، يرميها في الزباله على طول، بل ربما بعضنا يسيبها مرميه في الارض كمان. فهذا للشيطان، هذا حظ الشيطان ان احنا نفسد الاموال ونفسد ما فيه نفع لنا. قال اذا وقعت لقمه احدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من اذى، يعني يمسح ما كان عليها من اذى، ما لم يكن إزالة الأذى عنها أمر يشق، خلاص يبقى ما أمر يشق خلاص يعتبر مما لا فائدة منه بل فيه ضرر. إنما لو هي مسألة بسيطة وقعت على الأرض خلاص أنفض العلاج وانتهى الأمر. نعم. قال وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم. قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. الجماعة العلمانيين والعياذ بالله يطلعوا في الصحافة يسخروا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل اسمه أنيس منصور، مش عارف هو هلك ولا لسه عايش، أنا قرأت مقالة زمان كده، عمال يسخر من حديث الذبابة، حديث الذبابة، يقول لك الجماعة دول اللي بيقول لك الذبابة إذا سقطت في مش عارف في الإناء ومش عارف إيه، إيه الكلام اللي جايبينه ده؟ وصحفي آخر في مجلة اسمها رذائل يوسف جايب مقالة بيقول فيها الإسلام يكرم المرأة والإرهابيون مش عارف يعني حاجة يعني إهانة كده يهينونها أو حاجة زي كده. إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ الموضوع إن هو مش عاجبه إنه سمع خطيب جمعة، الظاهر صلى مرة كده الجمعة ولا حاجة، فسمع خطيب جمعة بيقول في وسط كلامه إنه بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. فبيقول إيه الكلام ده؟ جابه منين ده الجدع دوت ومش عارف إيه؟ ومقالة حوالي 4 صفحات وعمال يشتم بقى في الإيه؟ في الملتحين ونحو ذلك بقى، وسب ولعن وطعن. هذا الجاهل والعياذ بالله كان ممكن يريح نفسه ويريح الناس بشيء واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما شفاء العي السؤال. انت ما انتش عارف، اتصل بشيخ الازهر وانت راجل صحفي كبير وواصل، اتصل بشيخ الازهر قل له يا شيخ الازهر سمعت واحد من الجماعه الجهله بيقول بول الغلام ينضح وبول الجاريه يغسل، هيرد يقول لك انت يا بعيد اللي جاهل، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، وخلاص وترتاح والناس ايه؟ يرتاحوا. انما ما قال وغيره بقى، وتجد برضه مسألة الأكل اللي بيقع ومش عارف إيه، يسخر هؤلاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك الجماعة دول بتوع الفتة، ويجيب لك في التمثيليات بقى الملتحين بيمسح الطبق، وبيمسح الطبق، يوم الناس أعوذ بالله إيه ده؟ يوم يقرفوا من الملتحين باللي حواليهم كله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس لأن إحنا أصبحنا عندنا ما أدخل علينا من تنفير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صرنا نتعامل معها على هذا النحو. أي نعم. حتى سبب تحليل بول الجارية يختلف عن بول الغلام. دي معاني أخرى، لكن إحنا لو لم نفعل ذلك إلا تعبدا وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم فكفى يعني لنا ذلك، أو كفى يكفينا ذلك. وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، مش سيبنا كما يقول الحسن البصري لو نام لا استرحنا لعنة الله عليه. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. واقف زي الكلب جنبك أنت وأنت بتاكل كده، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. والعياذ بالله واقف كده زي الكلب اللي واقف مستني كده حاجه تترمى ولا حاجه. فانظر، طيب لو احنا كلنا تعاملنا مع السنه على هذا المستوى كيف سيكون الحال مع الواجبات؟ لو ان المسلمين اقاموا السنن على هذا النحو كيف سيكون حالهم مع الواجبات؟ ولذلك المحافظ على السنه صعب ان تجده يفرط في الايه؟ في الواجبات. اي انسان يقيم السنه مش ممكن يكون بيفرط في الواجبات. فمناسبة هذا الحديث برواياته بيان فضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
وأن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه الأمور الاعتيادية في الحياة فيه خير للإنسان، فقد يكون البركة في فعله هذا. أين الحديث العاشر؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا، غرلا أي على هيئتكم غير مختونين، يعني حتى ولو ختن الإنسان في الدنيا سيعود في يوم القيامة على حاله قبل الختان، كما بدأنا أول خلق نعيدهم وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قيل أن هذا على تفسيرين. التفسير الأول: أول الخلائق يكسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه أول الخلائق بالإطلاق تشريفا لإبراهيم عليه السلام لما ابتلاه، لما ابتلي به من تجريده من ثيابه يوم ألقي في النار، فإن الكفار لما ألقوه في النار جردوه من ثيابه وألقوه في النار عاريا، فيكرمه الله عز وجل في هذا اليوم بهذا الإكرام. قال: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، نسأل الله العفو والعافية. ذات الشمال يعني أنهم يؤخذون إلى مصير أهل الشمال والعياذ بالله. قال: فأقول: يا رب أصحابي. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول كما قال العبد الصالح أي المسيح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا هو الشاهد للباب. قال: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. هذا الأخذ عند الحوض كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى: فيزاد برجال من على حوضي فيؤخذون ذات الشمال. وفي بعض الروايات: فيؤخذون إلى النار فيقول فأقول: أمتي أمتي. وبعض الروايات: أصحابي أصحابي، إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح، إلى آخر الحديث. قال: فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي. وقوله أصحابي اختلف فيه العلماء على أقوال، يعني ملخص هذه الأقوال أو أظهر هذه الأقوال أن المقصود بذلك المنافقين، أي أنهم كانوا يظهرون الصحبة له صلى الله عليه وسلم في وقته، أو أنه يقصد بقوله أصحابي صلى الله عليه وسلم أي أمتي، يقصد أمتي، إنهم أصحابي في الدين والملة والعقيد، فإنهم كانوا يظهرون الإسلام أو عليهم علامات ربما فيها مظهر الإسلام. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فقيل أن هذا في شأن أهل البدع، في شأن أهل البدع الذين أحدثوا البدع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع يؤخذون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويساق بهم إلى النار والعياذ بالله. فهذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى يريد منه أن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والابتداع في دينه يؤدي إلى الهلاك، وأما التمسك بسنته فهو النجاة والفلاح، وهم الذين يشربون من حوضه ومن يده صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك. أما الذين يبتدعون ويحدثون
فيخالفون هديه وسنته ويحدثون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك هؤلاء يؤخذ بهم إلى النار. ففيه بيان خطر مخالفة السنة وفضل من تمسك بها كذلك، فإن الذين أحدثوا وابتدعوا يؤخذون عن الحوض، وأما الذين يشربون من الحوض فهم الذين تمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم. الحديث الحادي عشر. قال عن أبي سعيد ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال: وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. الخذف أن يخذف الرجل يريد به أن يصطاد صيدا مثلا بخذف أحجار صغيرة يضعها في نبل أو نحو ذلك، يقوم أو أنه أحيانا يفعل ذلك نوعا من اللعب والعبث، اللعب والعبث، ويأخذ هذا التي تسمى بمصطلح العصر عندنا أو العامي النبلة، فهذا الذي يخذفون به يقوم يلعب بعبثا، يقوم ينشن في الحيطة مش عارف يضرب في حاجة معينة لا بقصد تعلم الرماية، وإلا اللي يريد التعلم الرماية يتعلم بهذا؟ لا، بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا من أراد أن يتعلم الرماية هناك أدوات الرماية، هناك أدوات الرماية، القوس والسهم والرماح والحراب وغير ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، إن هو يلعب بالبتاع النبلة اللي فيها حباية صغيرة من الحجارة ويضرب بها. داود عليه السلام كان يضرب بالمقلاع، يجعل فيه حجرا يعني كبير بحيث أنه إذا صدم بالمضروب يقتله. أما الخذف فهي أحجار صغيرة يضرب بها ويلعب ويعبث. أي نعم. قال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، لماذا؟ ما فيهوش أي فايدة. إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، لا أنت ضربت به صيد هيقتله وتصيده، ولا ينكأ العدو، يعني لو بتضرب حتى العدو عشان بتتدرب ده يعمل ايه في العدو البتاع دي، ولا تفعل شيئا. نعم. طبعا هذا مش معناه انه هذا في كل حال منهي عنه اطلاقا، والا لو انه في بعض الاحوال صار له فائده خلاص مش هينهى عنه في ذلك في مثل هذا الموضع. يعني على سبيل المثال اخواننا مثلا في فلسطين احيانا لا يملكون الا الخذف ببعض الحصر، أحيانا لا يملكون إلا ذلك لإعلان أنهم مظلومين وغيره وغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وإنه يفقأ العين ويكسر السن. أما حال الإنسان اللي بيلعب بهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، طيب ماذا يفعل؟ يفقأ العين، بيلعب يوم يصيب إنسان زي مسدس اللي دلوقتي الخرز، لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، مسدس الخرز نفس الحكاية. قال: يفقأ العين ويكسر السن. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، في بعض الروايات أنه ابنه، في بعض الروايات أن الذي كان يخذف هو ابن عبد الله بن مغفل فنهاه. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيب صيدا. قال: ثم عاد شافوا تاني عبد الله بن مغفل بيفعل، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. في بعض الروايات فيها زيادة، قال: ولم يكلمه حتى مات رضي الله عنه. انظر، ولذلك الإمام النووي أورد هذا الحديث مناسبته عظيم حرص الصحابة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الواحد منهم يهجر قريبه بسبب مخالفته لأمر أو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال، وآخر الحديث الأخير، قال: وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه
يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حديث متفق عليه، مناسبته عظيم حرص الصحابة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، على رغم أن عمر رضي الله عنه يعبر عن أن هذا ما أفعله إلا اتباعا، إلا اتباع، مما يدل على عظيم حرصهم على موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالباب باب عظيم، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.